ازيك يا ريان؟ تمام الحمد لله. عجبك البيت؟ مفيش احلى من كده. والموسيقى عجباك ولا غيرها؟ لا حلوه قوي. بتحب الموسيقى يا ريان؟ هو في حد ما بيحبش المزيكا؟ وبتحب ايه كمان؟ بحب حاجات كتير قوي. زي مراتك مثلا؟ زي مراتي مثلا. قلت لي في التليفون ان جنرال ندل مع صاحبك ديبو. ندل معاه جامد، بوظ له كل اللي كان مخطط له وخلى البنت تعرف عنه اصله وفصله. وهو عمل ايه؟ والله انا قلت له روح يتكلم معاها، يعني يمكن تسمعه. ممكن. المهم انها تقبله بعد كده. والله هو يعمل اللي عليه، محدش مغسل وضامن الجنة. بس أنا سمعتك وقابلتك. أيوة بس ما اللي بينهم غير اللي بينا، احنا ابتدينا شغل ومصلحة. وصلنا لإيه في الآخر؟ حكيت لك وحكيت لي وقربنا أكتر من بعض. مش فاهمة. أنا فاهمك. دلوقتي أنت حكيتي لي عن الجنرال، وقمت أنا أحكي لك عن حكايتي مع الجنرال. بعدين حكيت لك عن البيت ومراتي. قمت أنت حكيتي لي حاجات جديدة خالص. أنا حاسس إن إحنا بنحكي لبعض عشان خايفين من بعض، مش عشان عايزين نحكي. طول الوقت كل واحد فينا عايز يطمن التاني ويديله الأمان. بس في الآخر محدش بيطمن. لو انت شايف كده انت حر، بس اتأكد ان انا مطمنه لك من قبل ما تحكي لي. مش هسيبك النهارده غير وانت مطمني. واثقه من نفسي مش كده؟ مالك؟ مش عارف يا فريدة، مش عارف اللي حصل ده صح ولا مش صح، بس هو أكيد مش صح. ندمان؟ مش موضوع ندمان، بس ما كانش لازم نوصل للمرحلة دي. عندك حق، المرة دي مش صح.